يمكن النهارده كلنا يعني بنأمل إن شاء الله في نتيجة إيجابية لمنتخبنا الوطني. المباراة مش سهلة، مباراة صعبة، المباراة دي بسميها مباراة الإقصائية، يعني الواحد دايما بيبقى متوتر، أنت ما عندكش فرصة للتعويض، النهارده لازم تكسب، ما فيش أي بديل تاني. كيف ترى مباراة منتخبنا الوطني اليوم في دور الـ16 أمام الكونغو الديمقراطية؟ هي البطولة من أولها وضحت لنا إن ما بقاش فيه منتخب صغير، ما بقتش فيه مباريات، في منتخب ليه أفضلية على منتخب، خلاص بقت المنتخبات الصغيرة خلاص بقت بلغة الكورة كده بتخربش، ما بقاش في حد نازل عشان يخ بس أو يعمل، لا كله بقى عنده الأمل إنه يتأهل، ليه ما نتأهلش، ليه ما ناخدش خطوات لقدام. منتخب الكونغو نفسه عمل مباراة كبيرة جدا قصاد منتخب المغرب في دور المجموعات، وكان قاب قوسين او ادنى من تحقيق الفوز على المنتخب المغربي لولا خبرات المنتخب المغربي ان هو عدى بالمباراه بالتعادل في الدقائق الاخيره. منتخب المصري برضو في دور المجموعات ما بعتش رساله طمانينه شويه للجماهير، ما حسيناش ان المنتخب واقف على رجله، اي خصم هنيجي نلعبه واحنا قادرين نبقى احنا المتحكمين في المباراه. ممكن مباراه كاب فيردي كان فيها شويه مؤشرات ايجابيه، تحديدا الشوط الشوط الثاني، الثاني بالظبط تحديدا الشوط الثاني هي اللي ممكن نبني عليها للمباراه النهارده، لكن طبعا هي مباراه صعبه جدا قدام مدرب خبير في الكرة الأفريقية سباستيان دي سابر اللي كان موجود هنا في مصر مع نادي الإسماعيلي وليه تجارب عديدة زي الوداد المغربي ومع الكونغو في الفترة الحالية. هو مدرب يعني أهم ميزة عنده اللي هو مدرب بيحافظ دايما دايما على صلابة فرقته والمنتخب بتاعه، دايما بيحاول إنه يكون الخطوط متقاربة مع فرقته إن هو ما يستقبلش فرص خطيرة كتير، كل ده هو بيحاول يركز عليه دايما مع الاعتماد على اللعب المباشر على طول في الهجمات، وده اللي ممكن يسبب شويه مشكله للمنتخب المصري، لان المنتخب المصري مع روي فيتوريا زي ما هو قال احنا منتخب هجومي بنحاول دايما نسجل اهداف، فده بيخلي فيه شويه اخطاء دفاعيه، فالاخطاء الدفاعيه المره دي هيبقى تعويضها صعب قصاد منتخب بيعرف يدافع كويس في دور المجموعات اثبت دوا قصاد منتخبات قويه زي المنتخب المغربي، فمباراه هتكون صعبه جدا جدا على المنتخب المصري، وزي ما حضرتك قلت احنا وصلنا لنقطه ما فيهاش التعويض، يعني مفيش تعويض. ما فيش تعويض خالص يعني.